استدعاء سيارات الأجرة. تطبيق أوبر يريد مزيداً من النساء خلف عجلة القيادة، لأن أغلب سائقي سيارات الأجرة هم من الرجال. نهج يستحق الثناء، لكن منتقدي هذا المنبر الأمريكي الذي يربط بين السائقين والركاب يقولون أنه خلق فرص عمل غير مستقرة. تحقيق التوازن بين المسؤولية والربحية موضوع نقش في منتدى المرأة العالمي في دوفيل في فرنسا هذا العام، خصص للاقتصاد التشاركي. عالم أكثر ديمقراطية وحداثة هي بعض مواصفات الاقتصاد التشاركي الذي يقدر ب 15 مليار يورو على المستوى العالمي، وقد يصل إلى 33 مليار يورو بحلول العام 2025. لكن ماذا عن وعود بجعل العالم أكثر عدالة؟ انتشار الهواتف الذكية أدى إلى ارتقاء الاقتصاد التشاركي الذي يعتمد على تطبيقات الهواتف الذكية، قطاع ينمو بسرعة لكنه أدى إلى خلق عمل بدوام جزئي، والمساواة بين الجنسين. عادة هذا النوع من الأعمال كان للنساء. في الشركات التقليدية لا يتمتعن بنفس الضمانات الأمنية المهنية الآن، لأن الكثير من الأشخاص في هذه الحالة. بإمكاننا أن نقول إن وضع النساء منذ فترة طويلة جداً بدأ يعني الرجال أيضاً. نتقسم كل شيء، السيارات والدراجات، اللعاب والأدوات الكهربائية، وهذا يعود بالمنفعة على البيئة. هناك من يطالب بتعزيز المساهمة في الاقتصاد التشاركي. توجد معلومات عن معنى تقاسم السيارة. انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للبيت الواحد يمكن أن تنخفض بنسبة 37% من خلال تقاسم السيارة. مثلاً نعرف أن 3.7 ألف مليار جنيه استرليني هي قيمة الموارد غير المستغلة في العالم. لذا لدينا فكرة عن نوع الآثار الاجتماعية والبيئية، لكن وضع رقم محدد على تلك القيمة الاجتماعية والبيئية يجب أن يكون بطريقة مسؤولة. الاقتصاد التشاركي لا يبحث عن توفير المال وحماية البيئة فقط. مبدأ التقاسم من أجل التقاسم يمكن أن يخلق رأس المال الاجتماعي والذي لا يظهر في الناتج المحلي. هذه الأنشطة يمكن أن تكون لها تأثير حقيقي على رفاهية الشعب. إنه موضوع يبرز ما كان يقول علماء الاجتماع منذ فترة طويلة. يقولون إن التباين يزداد اتساعاً بين الرفاهية والناتج المحلي الإجمالي، وإننا بحاجة لقياس أفضل للرفاهية الاقتصادية. تطور الاقتصاد التشاركي، هل سيمكن المرأة من الجمع بين الأرباح والغرض؟ لا أحد يعرف ما الذي سيحدث، لا رجل ولا امرأة، لكن هناك إمكانية التحرك لأننا في عالم أفقي أقل هرمية. نستطيع أن ندفع حدود هذا العالم. يمكن للنساء التصرف بالطريقة التي يرغبن بها، والنساء لاعبات في هذا الميدان. هكذا يبدو الاقتصاد التشاركي، لكننا لا نعرف كيف سيتطور. إنها ليست نهاية الرأسمالية، لكنه يفتح فصلاً جديداً لإعادة تعريف عالم العمل قد تصبح المرأة فيه هي المهيمنة.